تشارك وزيرة البيئة ياسمين فؤاد في الشق رفيع المستوى لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي كوب 15 الذي يعقد في كندا، وتستمر أعماله حتى 19 من ديسمبر الجاري. كما تشارك وزيرة البيئة في الاجتماع العاشر لمؤتمر الأطراف لبروتوكول كورتيغانا للسلامة الحيوية، والاجتماع الرابع لمؤتمر الأطراف لبروتوكول ناغويا للحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها. وأكدت وزيرة البيئة أن مصر تسعى لتكليل جهود رئاستها السابقة لمؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي في صياغة مسودة إطار عمل لخارطة طريق الخاصة بالتنوع البيولوجي لما بعد 2020. وأكدت وزيرة البيئة على أهمية المدخل المتكامل للحفاظ على التنوع البيولوجي من خلال ربط مسار اتفاقيات ريو الثلاث، التنوع البيولوجي وتغير المناخ والتصحر، والذي دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي له عام 2018 خلال ترأس مصر للدورة السابقة من مؤتمر التنوع البيولوجي كوب 14. وتم لفت انتباه العالم إليه مرة أخرى خلال رئاسة مصر لمؤتمر المناخ كوب 27 الشهر الماضي بشرم الشيخ. المزيد ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور مجدي علام، مستشار برنامج المناخ العالمي وأمين عام خبراء الاتحاد العرب. دكتور مجدي، أهلا ومرحبا بك على شاشة دي ام سي. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا دكتور مجدي. موضوعات البيئة والموضوعات الخاصة بالبيئة لها جانب معقد في بعض التفاصيل من وجهة نظر المشاهد والمتابع العادي، يعني نستفيد من خبراتك كي توضح لنا الدور الذي تقوم به مصر استنادا لمجهودات كبيرة قامت بها خلال الفترة الأخيرة لتستكمل هذا العمل وهذا الجهد في الجانب البيئي والمناخي. آخر هذه الإسهامات مشاركة وزيرة البيئة ياسمين فؤاد في المؤتمر الخاص بكوب 15. وطبعا يعني مؤتمرات الكوب سواء في المناخ أو في التنوع البيولوجي بتبنى على التوصيات السابقة لكل مؤتمر يعني. والمرة دي الاتفاقية الخاصة بالتنوع البيولوجي ومكافحة التصحر واتفاقية رامسار لأراضي المستنقعات والحفاظ على أنواع الطيور المهاجرة، فالأربع اتفاقيات دي تكملوا لأن هم مرتبطين ببعض ارتباط شديد. ويمكن نذكر يعني الجميع أن مصر عقدت برئاسة الرئيس السيسي أحد مؤتمرات الكوب الخاصة بالتنوع البيولوجي في شرم الشيخ قبل المناخ بأربع سنوات يعني. وعلى فكرة يعني الناس ساعات تتصور أن موضوع الطيور المهاجرة والأنواع اللي بتنقرض يعني شيء ثانوي وملوش أهمية. أنا بس عايز أوضح أنه الحفاظ على الأنواع والكائنات الحية من أول الكائنات الدقيقة في التربة نفسها اللي هي اللي بتنتج حتى الغذاء بتاع الإنسان، وحتى الطيور العملاقة النسور وغيرها والطيور الجارحة، كل نوع من أنواع التنوع البيولوجي له دور في حماية الإنسان. يعني انخراط أي نوع من الأنواع يؤدي إلى حدوث آثار سلبية أو أنواع جديدة من البكتيريا والفيروسات الضارة أكثر بالإنسان. وده التوضيح الأول. التوضيح الثاني أنه مشاركة مصر في هذه الاتفاقيات أولا تعزيز لمكانة مصر، ثانيا بتنعكس علينا في حجم التمويل الدولي اللي ممكن مصر تتقدم بيه. احنا عندنا تقريبا حوالي ما يقرب 42 موقع مصر تخطط لإعلان محمية طبيعية، منهم 26 موقع أعلنوا بالفعل، ومنهم يعني طبعا يعني المحمية الأشهر في رأس محمد على خليجي العقبة وخليج السويس، يشكل نموذج لحماية الطبيعة وكيف تأتي السياحة البيئية لهذه المناطق خصيصا لأنها لا تتواجد عندها، لأن في بعض حتى الكائنات زي الشعب المرجانية وزي بعض الطيور النادرة لا تتواجد غير في حزام عرض عندنا بس في حدود الحدود الخاصة بجمهورية مصر العربية، وخصوصا على شاطئ
البحر الأحمر والبحر المتوسط. نعم. فالأهمية الخاصة لهذه الأنواع أولا إعطاء يعني رسالة واضحة للعالم أن مصر دولة تحافظ على اتفاقياتها التي توقعها نعم. الخاصة بحماية الأنواع المهددة بالانقراض. ثانيا هي نقطة جذب سياحية غير عادية، يعني السياح اللي بييجوا يتفرجوا على الطيور في العالم السنة اللي فاتت 26 مليون سائح جايين، جزء منهم على فكرة كبير جه في مصر يقعد بس في المناطق عندنا في جبل علبة وفي محميات البحر الأحمر عشان يشوف أنواع الطيور النادرة التي تبدو وتأتي صباحا وتذهب مساء. فالمسألة نعم. طبعا ليست مجرد اتفاقيات، لكن نعم أيضا تعزيز لمكانة مصر الدولية. صحيح. ثانيا تمويل بيأتي لمصر في مشروعات نعم حماية دكتور البيئة. مجدي، نعم ثالثا الدكتور مجدي علام، يعني أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة. مداخلة دكتور مجدي علام، مستشار برنامج المناخ العالمي وأمين عام خبراء الاتحاد العرب، كنت معنا عبر الهاتف. شكرا جزيلا لك مرة أخرى.